الأرض والسماوات. أما بعد فيا أمة الصيام والقيام، خير ما يوصى به الأنام تقوى الله على الدوام، وطاعة الملك العلام، ولزوم سنة سيد الأنام. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إخوة الإسلام، أمة الصيام والقيام، ها قد من الله عليكم ببلوغ هذا الموسم الكريم وهذا الشهر العظيم، وها قد من عليكم بإدراك هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى المتمثلة في شهر من أفضل الشهور، وليال من أفضل الأيام، من أفضل الليالي، وأيام خير من أفضل كل الأيام. إنه شهر رمضان، شهر القرآن والفرقان، شهر الجود والإحسان، شهر الجد والاجتهاد، شهر الأذكار والتسابيح، شهر الصلوات والتراويح، شهر الطاعة والعبادة، شهر التوبة والإنابة، شهر للتقرب إلى الله بصالح القربات. معاشر المسلمين، قلنا قد تحدثنا قبل 3 أسابيع تقريباً حول استقبال هذا الضيف الكريم وهذا الشهر العظيم، وقلنا من جملة ما قلناه في 3 خطب متوالية أن هذه فرصة العمر التي لا تعوض ولا تقدر بثمن. ذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء، من الله به على هذه الأمة أن جعل لها شهراً واحداً في السنة تستطيع أن تستدرك كل أعمارها منها، وتستطيع أن تتجاوز بأعمارها الأمم السابقة التي هي أطولنا أعماراً، أطولنا أعماراً، لكنها بالمقارنة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي أقل أعمالاً. أمتنا قليلة العمر، ما بين 60 و70، وقل من يتجاوز ذلك، إلى 80 إلى 90 إلى 100 إلى 120، بينما الأمم السابقة عاشوا آلاف السنين، آلاف من السنين، ومع ذلك تأتي أمة النبي يوم القيامة مع قلة عمرها تأتي بكثرة الأعمال. لما؟ لأن الله من عليها بمواسم كثيرة للخيرات تتضاعف فيها الأعمال. من بين هذه المواسم موسم رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. وهذه لم تعطى لأمة من الأمم السابقة، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم يقول الله عز وجل دائما في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشهوته، يذر طعامه وشهوته من أجلي. الحسنة في الإسلام بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم فإن ثوابه وجزاءه غير مقدر ولا محدد ولا محصور بعدد. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأنه لا أحد يستطيع أن يطلع على هذه العبادة إلا الله عز وجل، فيستطيع العبد أن يدعي أنه صائم. قلنا المصلي قد يراه الناس، هذا العمل ظاهر، المتزكي والمتصدق يراه الناس، المعتمر والحاج يراه الناس، بينما الصائم قد يدعي أو لا يدعي. لا أحد يطلع على الصيام، لا أحد يستطيع أن يطلع على ماعدتك أثمة صائم نولا. هذا العمل يطلع عليه الخالق جل جلاله، وبالتالي يتكلف بالجزاء وحده دون أن يعلم بجزائك أحد من الخلق، ما دمت أنك أخلصت هذا العمل لله وحده دون غيره. فقد أخلصت هذا العمل لله، فالله سبحانه وتعالى يجازيك دون أن يطلع أحد على هذا الثواب وعلى هذا الجزاء. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم تلك الرائحة التي نحسبها كريهة تخرج من فم الصائم نتيجة لفراغ معدته من الطعام. فهذه الرائحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي أطيب وأطهر وأحب إلى الله من ريح المسك، فهي عند الله طاهرة. لما؟ لأنها نتيجة للطاعة وامتثال أمر المولى جل جلاله. معاشر المسلمين، دخل رمضان إذن، وها هي أيامه ولياليه تنقضي سريعاً وتمضي جميعاً. تحدثنا قبل أسبوع عن رمضان، واليوم قد مر على رمضان خمس ليال تقريباً، خمس ليال بالتمام والكمال، ولن ننتقي ربما إن طال وإن كان في عمرنا أمد في الخطبة القادمة إن شاء الله حتى يكون رمضان قد انتصف أو اقترب من ذلك، وكثير منا من نفسه لم ينصف. نعم معاشر المسلمين، رمضان سيمضي بسرعة فائقة، لكن ما الذي قدمت في الليالي الماضية والأيام الخالية؟ ما الذي قدمت الآن؟ ما هو رصيدك في هذا الموسم، في هذه التجارة الرابحة مع الله؟ فأنت في موسم للمرابحة والمتاجرة مع الله عز وجل. ما هو رصيدك الآن بعد بداية هذا الموسم؟ من صيام، من قرآن، من صدقة، من إحسان، من جود، ما هو رصيدك؟ يجب أن نحاسب أنفسنا ربما كل يوم، ما الذي حصلنا عليه في هذا الشهر الكريم؟ وإلا فسيمضي كما مضى غيره من رمضانات وأشهر وأعوام في حياتنا. يجب أن نحاسب أنفسنا كل يوم. رصيدي من القرآن كم قرأت، وهو شهر القرآن والفرقان، كم قرأت من القرآن في هذا اليوم؟ فكل يوم لا يشبه آخر، كل يوم هو شاهد جديد، شاهد جديد سيشهد لك يوم القيامة على أعمالك، صالحة كانت أم طالحة. وقد قال أحد السلف، وقد كان أحد السلف يقول: كل يوم تطلع شمسه إلا وينادي، كل يوم إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد. هذه الجمعة ليست هي الجمعة الماضية، والتي تأتي ليس هي التي تتكرر، هذه الجمعة خلق جديد، وتلك التي مضت مضت ولن تعود إلى يوم الدين. كل يوم تطلع شمسه إلا وينادي: أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد. فكل يوم لن يعود إلا يوم القيامة، وستحاسب عن عملك عن كل يوم وليلة ماذا قدمت فيه. ألا فاستغل هذه الفرصة السانحة لاستدراك ما فات من العمر؟ فقد كررت على مسامعكم مرارا وتكرارا، ولن أمل من تكرار ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يكفيكم ذلك، يكفيكم ذلك للترغيب على التقرب إلى الله في هذا الشهر الكريم. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها فرص ثلاث، ألا فاغتنموها من أجل استدراك ما فات من العمر. غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما تقدم من سنوات، من آثام، من معاصي، من جرائم، بيد أنه ونحن في هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم، جدير بنا أن نتوقف عند مقاصد الصيام ومقاصد شهر رمضان. وإن كنت قد تحدثت على جزء من ذلك في خطب سابقة، فالغاية من هذا الشهر ليس هو ترك الطعام والشراب والشهوة وحدها، فالله تعالى ليس محتاجاً إلى صيامك ولا ترك طعامك ولا شهوتك،
وليس بحاجة إلى صلاتك ولا ذكرك ولا تلاوتك للقرآن حتى نكون على بينة من أمرنا. إذا كنا نصوم أو نصلي فليس لأن الله يحتاج إلى عبادتنا، أو ليس لأن الله يزيد له شيء من الأمور بسبب طاعتنا، فالله تعالى لن يزيد في ملكه بسبب طاعتنا شيء، ولن ينقص بسبب معاصينا من ملكه شيء، والله غني عن العالمين. فالله غني عن صلاتك، عن عبادتك، عن حجك، عن صدقتك. إنما لماذا هذه الشرائع؟ فالعبد هو الذي يحتاج إلى الصيام وليس الله، والعبد هو الذي يحتاج إلى الصلاة وليس الله، والعبد هو الذي يحتاج إلى القيام ويحتاج إلى الصدقة، ففوائدها تعود إلى العبد وليس إلى الله. فوائد والثواب يعود على العبد. عندما تصوم فخير الصيام يعود إليك وليس إلى الله. الله غني عنك، عن طاعتك، عن عبادتك. لو اجتمع أهل الأرض جميعا فعصوا الله جملة واحدة ما نقص من ملك الله شيء، ولو طاعه جميعا ما زاد ذلك من ملك الله شيء، فهو غني عن العالمين جميعا، فهو خالق الخلق وخالق الكون، بيد أنه بحاجة إلى استحضار مقاصد الصيام. أولى المقاصد ذكرها الله في محكم الآيات التي بها شرع وفرض الصيام، آية الصيام من سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية هي تحقيق التقوى وامتثال أمر المولى، وليس ترك الطعام والشراب. وإلا فكثير من الناس الآن يصومون من أجل الصحة. اطلعت قبل أيام أن في ألمانيا مستشفيات يداوون بعض الأمراض بالصيام، كل حسب مرضهم. فثمة من يصوم مدة طويلة يضع الطعام والشراب، وما ثمة من يتناول كمية قليلة من المياه لفترة معينة، كل حسب مرضه. قد يصوم المرء 16 ساعة والآخر 10 إلى آخره. يعودون إلى الصيام، يعودون إلى قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: صوموا تصحوا. فوائد الصيام تعود إلى العبد قبل كل شيء. لكن هل صيام الآخرين هو صيام، هو طاعة وتقرب؟ لا. الغاية من الصيام وهدفه الأسمى هي تحقيق التقوى، الخوف من الله. والتقوى عرفها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بقوله: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي الخوف من الله، مراقبة الله، ذاك هو الهدف والغاية من فرضية الصيام، أن تراقب الله عز وجل، فتضع طعامك ولا أحد يستطيع أن يطلع على ما في صدرك، فتضع هذا الطعام وإن كان مباحا، وتدع أيضا سائر المنكرات التي قد لا يطلع عليها أحد من الخلق إلا خالقك جل جلاله، تدعها خوفا من الله. العمل الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، وإن كان عملك كله محصور بالكتاب والسنة، العمل بالتنزيل أي العمل بالقرآن الذي أنزله الله في هذا الشهر الكريم. ثم الاستعداد ليوم الرحيل، وأن تتذكر أن هذه الدنيا لا تدوم لأحد مهما طال فيها أمده، وأنك راجع إلى الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خلقنا الله من الأرض وعشنا فوق الأرض ونعود إلى الأرض، ومنها نبعث يوم القيامة ونقف أمام الله ليحاسبنا عن كل شذة وفذة في حياتنا. تحقيق التقوى وامتثال أمر المولى، هذا الخوف هو الذي يجب أن نستحضره في هذا الشهر الكريم. وإلا من لم يخف الله وترك الطعام والشراب ليس له من الصيام ولا من رمضان
إلا الجوع والعطش كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل وقد ذكرت ذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يخف الله ولم يدع الزور ولم يدع الكذب ولم يدع الغيبة ولم يدع النميمة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا سيدي، هذا الطعام أحله الله وأباحه في الأوقات الأخرى وأباحه في ليالي رمضان، ذاك مباح وليس حرام، فلما تدع المباح وأنت صائم وتفطر بما حرمه الله في رمضان وفي غير رمضان؟ إذا كنت قد تركت المباح ولم تترك الحرام فلا داعي أن تترك المباح. فترك المناهي وترك المنكرات وترك الكبائر أولى من ترك المباحات، أولى من باب أولى، وليس ذلك من باب أقل. هذه غاية الصيام ومقاصده. من لم يدع قول الزور والعمل بالزور، وقلنا الزور هو الباطل والكذب، وفسره كثير من المفسرين بأنه الغيبة والنميمة، فكيف تدع أكل طعام البقر مثل ما ذكرت لكم فتأكل وتفطر بطعام البشر، فتأكل وتفطر بلحم البشر؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نحن في رمضان في الشهر الكريم، وما زالت أوضاع المسلمين كما هي، كأن شيئا لم يتغير من واقعنا اليوم، شيئا لم يتغير من واقع من دنيا المسلمين اليوم. والله لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مثل ما قال الله في محكم البيان: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن لهذه البلايا ولا لهذه الظلمة الحالكة أن تنقشع عن واقعنا، عن وطننا الإسلامي الكبير، إلا إذا غيرنا ما بدواخلنا وحققنا التقوى الأول والإيمان، ثم حينئذ سترون الخيرات والبركات تأتينا من السماوات ومن الأرض. ألم يقل الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الغاية من الصيام: ولو أن أهل القرى، وأهل القرى بمعنى أهل الأمصار، أهل هذا الأرض، حققوا الأمرين اثنين، آمنوا واتقوا، حققوا الإيمان لله عز وجل، ثم في قلوبهم خوف من الجليل، خوف من الله جل جلاله، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلتسأل أخي المسلم: ما الذي، ما هو سبب ما دهانا؟ ما هو أسباب التي أدت بهذه الأمة التي أراد الله أن تكون خير أمة لتعيش أحلك الظروف ولتعيش واقعا مزهيا وواقعا مريرا؟ إنهم كذبوا، ادعوا الإيمان بالألسن وادعوا التقوى بالألسن، ولم يحققوا الإيمان والتقوى أقوالا وفعالا، كذبوا. فيشبه إيمان كثير من الناس بإيمان المنافقين الذين ذكرهم الله في سورة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. هم يقولون ذلك بألسنتهم، يشهدون أن محمد رسول الله، يشهدون ذلك، ولكن في قلوبهم شيء آخر. واليوم في شهر الصيام نحن أولى أن نبدأ بالقلوب فنطهرها، أن نبدأ بالقلوب فنطهرها من الحقد، من الكبر، من الحسد، من الكراهية فيما بيننا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلا يمكن أن نكون مؤمنين ولا أن نحقق الإيمان ما لم نحقق المحبة بيننا، ما لم نتصارف في واقعنا في حياتنا كما نتصاف في الصلاة صفوفا متراصة جنبا إلى جنب، فكل واحد يمثل للآخر تكملة ويمثل له أخا. فلا يمكن لواحد أن يكون صفا لوحده، ستحتاج إلى أخيك. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ولا يمكن أن نكون مسلمين ما لم نحقق هذا الأمر وهو الغائب
في واقع المسلمين اليوم. لم يتفقوا على شيء، حتى في الصيام اختلفوا، حتى في رؤية الهلال لم يتفقوا ولا يوما. وبالتالي سيبقى جرحنا الغائر يسيل دما، وسيبقى وطننا تسيل فيه وديان من دماء أخواننا، ولا يحرك فينا أي شعور ولا أي إحساس. نحن في رمضان معاشر المسلمين، وكثير من أقطارنا اليوم تسيل فيه دماء ليل نهار، أناس ليلهم ونهارهم صيام، يفطرون على صوت المدافع والقنابل والبلالين المتفشرة، وسحورهم مثل ذلك، لا مأوى لهم، مشردون بالملايين وهم مسلمون أبناؤنا. ما الذي تغير في أمة المليار ونصف المليار؟ أين هو مقصد الصيام الذي وصفه النبي بأنه شهر المواساة؟ رمضان شهر المواساة، أين المواساة؟ فالغاية أن المؤمن يصوم يحس بما يحس به الفقراء، يحس به المحتاجون، يحس به العرامل واليتامى، ما يحس به المتشردون طوال العام وليس في وقت من العام. فأنت تصوم اليوم وتحس بالجوع وتدع الطعام والشراب، وثمة أناس صاموا العام قهرا لا طوعا، لم يجدوا قوت يومهم، لم يجدوا لا طعاما ولا شرابا ولا ملبسا. بالملايين الآن من العالم الإسلامي، ملايين في واقعنا الآن، دون أن نذكر الإحصائيات ولا البلدان ولا المناطق، فذلك واضح للعيان. يكفي أن تتابع فضائية من فضائية العالم، أو أن تدخل على مواقع على الشبكة العنكبوتية لترى ما هي الأخبار. كل الأخبار تأتي من وطننا، وكلها قتل وتشريد وتدمير ولا شيء غير ذلك. فلنتساءل ونحن في شهر القرآن، فلنتساءل ونحن في شهر الصيام والقيام، ما المطلوب من ما المطلوب منا من أجل تغيير هذا الواقع المرير؟ نحتاج إلى أمور. أولاها تحقيق التقوى والخوف من الله، أن نراقب الله عز وجل ولا يهمنا أحد. ثانيهما أن نتوحد في كل أمورنا، أن نبدأ بالتوحد في الدين. فذكرت مرارا وتكرارا أن اختلافنا اليوم لا مسوغ له لا شرعا ولا عقلا ولا نقلا، لا مسوغ له ولا عذر لنا يوم القيامة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلما تفرقتم في دينكم يا أمة الإسلام؟ وقد شرع الله هذا الدين للأنبياء والرسل السابقة، فشرع الله مثلنا ذلك، فلما تفرقنا ولما اختلفنا؟ لا بد من التوحيد وتوحيد الكلمة، لا بد من تحقيق كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، لا بد من هذين الأمرين. تحقيق كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله وإخلاص العبودية لله، وتوحيد كلمة فيما بيننا. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا المغزى وهذا المقصد يجب أن نستحضره في رمضان، ليس أن ندع الطعام والشراب ثم نفطر في المساء ونتلاول كل ما أحل الله دون أن يغير ذلك من واقعنا شيء، دون أن نتذكر لا مسكينا ولا محتاجا ولا مشردا ولا يتيما ولا أرملة، ذاك لن يغير من واقعنا شيء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، كان جوادا في كل أيامه ولياليه، وكان في رمضان أجود ما يكون. من حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان.
ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال صدقة في رمضان. فالصدقة في رمضان أفضل لأن ثوابها وأجرها يتضاعف. صدقة في رمضان. وسمى النبي هذا الشهر بأنه شهر للمواساة، يواسي من يسر الله أمورهم ومن عليهم بشيء من خيرات الدنيا أن لا ينسوا إخوانهم. فكثير منا نعيش الآن هنا في خيرات ونعيم، فواكه صيفا وشتاء، لكن يجب أن نتذكر إخواننا لا معيل لهم، يعيشون البؤس والفقر والمأساة في أوطاننا. قد يكون لكثير منكم إخوان وأخوات من أبيه وأمه، هؤلاء أولى أيضا بالجود والإحسان في شهر الإحسان والجود، أولى أن نتذكرهم ولو في شهر القرآن. هؤلاء رحمك، هم أولى أن تتذكرهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، على المسكين الغريب الذي ليس من رحمك تلك صدقة، وعلى الرحم ثنتان. يعني عندما تعطي الصدقة لمن في رحمك، لأخيك، لأختك، لعمك، لعمتك، لخالتك، لواحد من أقاربك، ثنتان، صدقة وصلة، فثمة فيه ثواب الصدقة وثمة فيه ثواب صلة، فهي صلة الرحم. فعلينا أن نستحضر هذا المغزى في شهر الصيام، شهر الجود والإحسان. والله قال في محكم البيان يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. فبدأ بالوالدين والأقربين، هم أولى بصدقتك من غيرهم، ثم بعد ذلك تبدأ بمن أولى ثم أولى. طبعا ذكرت مرات أن الزكاة لا تعطى للوالدين، حتى لا يذهب البعض إلى هذا المعنى مرة أخرى. الزكاة والصدقة لا تعطى للآباء ولا للأمهات، فهؤلاء يجب وجوبا قطعيا إعطاؤهم من مالك الخاص، وليس أن تعطيهم من أوساخ مالك. فالصدقات والزكوات إنما هي تعطى، هي تنمية للمال، تنقي مالك لينمو، فتخرج هذه الأوساخ فتعطيها لمن يحتاجها. للآباء والأمهات لا يجوز قطعا، فهؤلاء النفقة واجبة عليك أن تعطيهم من مالك الخاص ما يسدون به رمقهم وما يسدون به حاجاتهم وضرورياتهم الحياتية. لكن لا بد أن نتذكر أناسا آخرين، لا بد أن نعيد إلى رمضان وظيفته ودوره ومقصده وغايته، لأن يكون رمضان عادة نضع الطعام والشراب في اليوم ثم نعود إلى ما أمسكنا عليه في اليوم في الليل. أنا مرة واحد ذهب إلى صاحب دكان في بلدي في رمضان، في نهار رمضان، فوجد عنده مخالفة، المطلوب أن يؤدي المخالفة، فأراد الرجل أن يعطيه شيئا من الرشوة فأخرج له شيئا من المال، فقال يا سبحان الله نحن صائمون، سأتي مباشرة بعد صلاة التراويح عندك. كأن الرشوة حلال في نهار رمضان، أما في الليل لا. أنا الآن صائم، سأعود إليك بعد صلاة التراويح. كأن هذه المنهيات كلها حرام في نهار رمضان وحلال في ليل رمضان. ذلك هو الذي أفقد لرمضان قوته التغييرية، أنه أصبح عادة لدى كثير من الناس وليس عبادة. ورثنا ذلك دون أن نستحضر هذه المقاصد. كثير من الناس الآن سيدعون المباحات والمحرمات في نهار رمضان، ثم في ماء تغرب الشمس حتى يبدأوا بالمحرمات والخبائث. فهذه أولى أن تجتنب في نهار رمضان وفي غير رمضان. يعني واحد ويقول في رمضان يدع الخمر وقد يشربه في الليل وصيامه يعتبر أنه صحيحا، كأن هذا حرام في نهار رمضان هو صائم. يا سيدي المنهيات والمحرمات أولى في رمضان. يا سيدي أن تأكل وأن تشرب في نهار رمضان أيسر وأهون من أن تتناول هذه الخبائث
من ترك المباحات التي أحلها الله. بمعنى الآن عندما تضع المقارنة بين يديك ولا بد من واحدة، تقول والله أنا أقع في الحرام في الليل أم أأكل رمضان؟ أنا أقول لك ثمة أهونهما، فكل واشرب ودع الحرام، كل المباح أيسر وأهون. وليست هذه دعوة للإفطار العلني مع مجموعة من المفسدين المارقين الماكرين والعياذ بالله، مع أنه لا يجوز إجبار أحد على الصيام ولا إجبار أحد على القيام ولا على الصلاة، لأن قلنا هذه العبادة يحتاجها الفرد وليس يحتاجها أحد غير الفرد. من لا يريد الخير لنفسه ماذا عساك أن تفعل له؟ من لم يكتب له أن يكون من المرحومين في هذا الشهر الكريم فماذا عساك أن تفعل له؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن من حرم خير هذا الشهر فهو محروم، ذاك هو المحروم الحقيقي، حرم الخير كله. ومن تعرض فيه للنفحات لنفحات الواحد الديان وتعرض فيه للخيرات والبركات فذلك هو المرحوم. فثمة مرحوم وثمة محروم. مرحومنا الصائم القائم المتصدق المتزكي، والمحروم الشقي والعياذ بالله الذي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. يعني واحد يقوم الليالي وليس له من ذاك كله لا ثواب ولا جزاء إلا أنه أتعب نفسه بالسهر والحمى، وليس له من الأجر شيء. ورب واحد ترك الطعام وترك الشهاب وترك الطعام والشراب وأحس بالجوع والعطش وألم به من التعب ما الله به عليم، ثم بعد ذلك ليس له من الصيام إلا ذاك الجهد وذاك العطش والجوع والعياذ بالله. وقد ذكر البعض من العلماء أن هؤلاء الذين ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش قالوا لأنهم يفطرون على الحرام، هم تركوا المباح وأفطروا على الحرام. لذلك قلت لكم شهر رمضان شهر للتغيير، كل واحد له عادته السيئة، كل واحد، وقلت لكم لا أحد من البشر معصوم من الخطأ، لا أحد من البشر معصوم من الخطأ إطلاقا، لكن علينا استغلال هذه الفرص من أجل التوبة من أخطائنا من ذنوبنا من معاصينا من آثامنا، ولا بد الآن أن نحاول أن نغيرها في شهر رمضان، فهو شهر للتدرب. مدرسة رمضان نتدرب فيها على الأخلاق، نتدرب فيها على الأخلاق الفاضلة. وإن امرئ سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يعني حتى واحد لما يشتمك يسبك يجادلك يقاتلك يصارعك تقول اللهم إني صائم، هذه ليس من أخلاقي. تتدرب على ذلك طوال شهر كامل، ثم بعد ذلك ستصبح هذه الأخلاق سجيتك الحميدة، ستكون طبعا فيك، وستتصل إلى درجة أنها من سماتك وليست تكلفية. في الأول الأمر تحتاج إلى أن تستحمل ذلك. أمة الصيام والقيام، نحن إذن في شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام، شهر الجود والإحسان، جدير بنا أن نستحضر هذه المقاصد وهذه الغايات، أنه شهر الجود والإحسان، شهر الصدقة، شهر المواساة، شهر نستحضر فيه الأرامل واليتامى والمعوزين في أوطاننا وفي غيرها. ظروفنا تختلف عن كثير من الأمصار، ظروفنا هنا تختلف. أنا لا أتحدث الآن عن الغنى، فالغنى درجات ومنازل، فالمرتبة التي نعيشها الآن لو رآها الأولون أيام يسمى الفقراء والأغنياء لرأوا أننا من أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء نحن الآن. وإلا سأخبركم بقصة لنخجل
من بعضنا البعض اليوم ولنخجل من أنفسنا. يوما يأتي ضيف إلى النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم، ضيف يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والضيف بدأ يسأل عن شيء يأكله فلم يجد من يضيفه، فيأتي فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضيفك الليلة. فيذهب النبي فيسأل زوجاته: أثمة طعام يأكله الضيف؟ فكل زوجة من زوجاته التسعة، تسع بيوت، تسع زوجات، تقول لها: لا شيء إلا الماء. هؤلاء يعلمون حتى قدر النعمة، لم يقولوا لا وجود لشيء أصلا، ثمة نعمة موجودة، نعمة الماء، اليوم ثمة ماء. فلم تجد في بيوت النبي التسعة ولا تمرة واحدة، تمرة واحدة. ثم يأتي النبي إلى المسجد فيقول: من يستضيف ضيفي الليلة؟ ولا طعام في بيت النبوة يا أمة الإسلام. ويسأل المسلمين: من يستضيف ضيفي الليلة؟ فيقف واحد من المسلمين: أنا يا رسول الله، ما دام هذا ضيف النبي الكريم، والرجل ليس في علم أثمة طعام في بيته أو لا. فيذهب بالضيف إلى بيته فيسأل زوجته: أثمة طعام يأكله ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ضيف النبي. فتقول له: ثمة شيء يسير طبخته للأولاد الذين يبقون جوعا، ومن المقرر أن نبيت الليلة دون عشاء. ثمة شيء يسير وله أولاد صغار يبقون جوعا من شدة الجوع، فقررت الزوجة أن تطبخ لهم ذلك الشيء اليسير للأولاد، ويبيت الزوج والزوجة بدون طعام، لأن لا شيء غير موجود. ثم تماما مثل ما قالت أزواج النبي الطاهرات عليهن رضوان الله عليهم. فيقول الرجل لزوجته: هيئ الطعام لضيف النبي. وعندما نقدم له فأطفي السراج، فسأعتذر له أني سأتناول العشاء مع أهلي. فقدموا له الطعام فأطفأ السراج، فبدأوا بحركات اليد كأنهم يأكلون، وثمة بيت الضيف وبيت الأسرة قديما يفصلها ستر كأنه مثل هذه الخيمة، دائما الستر، فهي عبارة، البيت كله عبارة عن خيمة يتم فصلها بقطعة ثوب، مكان للضيف ومكان للآخر. فأكل الضيف ما قدم له الرجل ظنا منه في الحقيقة أنه يتناول، فبات الرجل وزوجته وعياله بالجوع، وقد اطلع الله على حالهم، من لا تخفى عليه خافية. وفي الفجر لما جاء الرجل إلى المسجد هو وضيفه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد تعجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله تعجب من صنيعكما بضيفكما، فأنزل الله قوله تعالى: ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر، رجل ليس له إلا شيء يسير، فبات وزوجته جياع، فأنزل القرآن وعرّح له ولقصته لتبقى مدى الأمد في واقع الناس وفي حياتهم تذكر. بما أدرك هذه المنزلة أن أنزل الله القرآن في حقه يتلى في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بشيء يسير. فآثر الضيف على نفسه وآثره على أزواجه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما الذي منعنا اليوم أن نصل إلى منزلة أعلى من هذه المنزلة؟ أولسنا نملك أكثر يملكه الرجل من خيرات الدنيا؟ هل ثمة الآن منكم من وضعيته تساوي وضعية هؤلاء الذين ذكرناهم، وضعية النبي الكريم ووضعية هذا الرجل، أن يبيت ليلة وثمة طعام يتناوله أولاده دون غيره، حتى هو سيبيت جائع؟ لا والله،
ولكن اليوم طغى علينا البخل والشح. ذاك مرض خطير وشر مستطير، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ألا فجودوا في شهر الجود بما من الله عليكم، وتصدقوا على الفقراء والمساكين والعرامين وذوي العاهات والمحتاجين والبؤساء والمتشددين في أوطاننا. اليوم أمة المليار ونصف المليار لو تصدقت بدولار أو بدرهم واحدا لأغنت المتشردين ولا أصبحوا المتشردين والأسرى والمفقودين، لأغنت كل هؤلاء وذويهم وعيالهم. نحن أمة المليار نصف المليار، ثم مع ذلك غثاء كغثاء السيل لا وزن لها. لما؟ لأن القوة غائبة فيها، والقوة هي الإيمان والتقوى وليس غيرها. خاطئ من يظن أن هذه الأمة ستنتصر بقوة السلاح والتكنولوجية وغير ذلك. واهم من يظن ذلك، فالأولون انتصروا في غزوات وقعت في رمضان، سيأتي الدور للحديث عنها، كبدر ومعركة حطين وفتح مكة وتبوك عاد منها المسلمون في رمضان، خرجوا إليها في رجب فعادوا في رمضان، بعد أن استغرقوا 20 يوما، والمسافة كلها كانت في الطريق بقية الأيام، في فصل الصيف شديد الحرارة، فانتصروا. معركة حطين، معركة جالوت، معارك كثيرة حتى في واقعنا. انتصروا بماذا؟ انتصروا بالإيمان. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله باتباع دينه وكتابه ينصركم الله، وإلا فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرون. فاليوم هذه الأمة وضعت بسبب القرآن الذي هجرته وأهملته، ولا يؤثر في قلوبها ولا في شعورها ولا في إحساسها، فما بالك بأعمالها؟ يا أمة الصيام والقيام، يا من استجبت لربكم بالصيام والقيام، استجيبوا له في سائر الأيام، استجيبوا له بتنفيذ أوامره في كل الأيام والليالي. فالله شرع لكم شرائع، ليس الصيام والقيام وحده. فلكم الصلاة فلا تضيعوها، نعم الطاعة والبداعة هي رأس الأمر وعموده، وثمة تحقيق التوحيد هي أولى من كل هذه الأمور، وهي تبدأ قبل هذه الأمور الأخرى. وثمة زكاة شرعها الله وفرضها تطهر أنفسكم من الشح والبخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هذا ولتعلموا رحمكم الله أن هذا شهر التوبة والإنابة والاستغفار، شهر تستجاب فيه الدعوات. فاسألوا الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يرد بنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم احفظنا في ديننا وفي عرضنا وفي أهلنا، يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عاف المبتلين منا، كل واحد ابتلاه الله ببلية من البلايا. نسأل الله في هذا الشهر الذي تستجاب فيه الدعوات أن يمن